إقبال كبير من أهلنا على حديقة الحيوان في محافظة بني سويف، الاحتفالات متواصلة في كل مكان في مصر. الحديقة استقبلت حوالي 10,000 زائر في أول أيام العيد بس، خصوصا أنها بتعتبر من أهم أماكن الفسح والخروجات لأهالي محافظة بني سويف. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معنا عبر الهاتف دلوقتي الدكتورة هبة أحمد، مدير عام حديقة الحيوان في بني سويف. صباح الفل على حضرتك وكل سنة وانتي طيبة. صباح الخير وكل سنة وحضراتكم بألف خير. يعني عايزين حضرتك توصف لنا مظاهر الاحتفالات اللي بتشهدها حديقة الحيوان في بني سويف خلال أيام العيد، كانت عاملة إزاي؟ الأهالي كانوا عاملين إزاي؟ كان في إقبال شديد جدا من الأهالي، حوالي 10,000 زائر. كان في مصادر سعادة وبهجة كتير جدا، وكان في أماكن كتير افتتحناها وحيوانات كتير موجودة، والأهالي كلهم كانوا مبسوطين جدا جدا. جميل، في دايما عملية تطوير كده ورفع كفاءة حديقة الحيوان على مستوى الجمهورية، وتحديدا كمان حديقة الحيوان اللي في محافظة بني سويف. حابين نتعرف من حضرتك على ملامح التطوير، ايه الجديد اللي في حديقة الحيوان بني سويف السنة دي؟ في منطقة جديدة البتنجيزو اللي هي سفيري بارك مفتوحة، فكرتها ان الاطفال بتتعامل مع الحيوانات الاليفة وتأكلها وتتصور معاها. افتتحناها العيد ده السنة دي. وفي منطقة الألعاب المائية أول مرة نفتتحها السنة دي برضو في العيد، وفي حيوانات جديدة كتير جت، فالأهلي كلهم كانوا مبسوطين بيها جدا. إيه الحيوانات الجديدة اللي تم ضمها للحديقة؟ في بغبغانات، وفي الإيد أوروبي، في كذا حاجة جديدة جت، وفي الشبل الصغير اللي كل الناس بتحبه وتفرجوا عليه مبسوطين جدا. احنا شايفين على الهواء دلوقتي صور من حديقة الحيوان في بني سويف، وحابين نعرف اكتر. يعني ناس كتير ممكن ما يعرفوش التطوير اللي حصل داخل حديقة حيوان بني سويف، خصوصا من ابناء المحافظة او المحافظات المجاورة ليها. ازاي بيتم الترويج والتعريف بانشطة حديقة حيوان بني سويف؟ طبعا بنعمل صفحة خاصة بحديقة حيوان بني سويف على الفيسبوك، بالناس اللي فيها دايما كل الجديد بالصور للحيوانات الجديدة، للمناطق الجديدة اللي تم افتتاحها، عشان نعرف في أبناء المحافظة كلهم إن في حاجات جديدة افتتحت وإنهم يبقوا يشوفوها ويتفرجوا عليها. طب دكتورة هبة، أسعار بقى التذاكر بتبقى متراوحة من كام لكام؟ هي التذكرة على الباب الرئيسي بتبقى 5 جنيه. جميل، حلو جدا، 5 جنيه. طب مواعيد العمل، يعني الناس تبدا تروح من الساعه كام، والحديقه بتقفل ابوابها الساعه كام؟ طبعا الحديقه بتفتح الساعه 9 صباحا، ومدوها لنا كمان لحد العاشره مساء. السيد اللي هو رئيس الهيئه والسيد الوزير مدوها لنا لحد الساعه 10 مساء. 10 مساء، جميل. عشان لقوا اقبال شديد، وان الساعه 5 بيبقى فيه زوار كتير جدا عايزين يدخلوا، فطبعا الساعه 5 بتبقى لسه ما استمتعوش ولا قعدوا، فمدوها لحد 10 بالليل. طيب والفعاليات بقى اللي بتعملوها للاطفال؟ طبعا بنعمل لهم كل حاجه نخليهم مبسوطين. ايه بقى؟ في بينتنج، الفيس بينتنج، الرسم على الوجوه. في جالي فريق عمل جايب الالعاب، العاب الاطفال اللي بتتلعب اللي هي وراها فكره، ان هم لما بيلعبوا مع بعض وراها فكره بيعلموهم حاجه عن طريق الالعاب دي. بيجيبوا لهم العاب، حاجات حلوه. هل في مشاركه كتير بعض الحيوانات الاليفه مثلا في الالعاب دي؟ لا، مش لا دي بره، لكن الحيوانات الأليفة ممكن يتصوروا معاها يأكلوها. طب طمنينا كده اخيرا دكتوره هبه على سلوك الناس في التعامل مع الحيوانات. يعني احنا عندنا يعني دايما شكوى كده في بعض التعامل لما يكون سلبي مع الحيوانات من قبل الناس والاهالي. الثقافه دي اتغيرت ازاي؟ الاسره بتروح تقضي يوم حلو وتحافظ كمان على مقدرات الحديقه نفسها. لا، الأول فعلا كان في أطفال كتير بتشغب مع الحيوانات، تحب تنط لها من فوق، تصرف تصرفات دي. لا، بنبقى موقفين دايما حد يعرفهم يعلمهم، لا الحيوانات لا تتعامل معها بطريقة معينة، في سلوكيات معينة للتعامل مع الحيوان. لأن الحيوان طبعا بيحس وبيفهم في كل حاجة. بنشكرك دكتورة هبة أحمد، مدير عام حديقة الحيوان في بني سويف، وكل سنة وحضرتك طيبة، وبنشكرك على التنظيم كمان، يعني دي من أهم الحاجات.